إلى وزارة الثقافة، حيث نظمت هيئة الأدب والنشر والترجمة هاكاثون الترجمة في الرياض خلال الفترة من 8 إلى 11 من أكتوبر تحت عنوان ترجمة الثقافة في عصر الذكاء الاصطناعي تحديات وحلول. ويشارك في الهاكاثون حوالي 40 فريقا بإجمالي 120 متسابقا، بحيث يضم كل فريق 3 أفراد متخصصين في مجالات اللغات والترجمة والبرمجة وتقنية المعلومات والتصميم، ليتنافسوا على الفوز بجوائز مالية تصل إلى 200,000 ريال. يا جماعة قولوا ما شاء الله على هيئة الأدب والنشر والترجمة، خلصوا من معرض الكتاب في 8 أكتوبر وبدأوا على طول من 8 إلى 11 أكتوبر في هاكاثون الترجمة. جهود جبارة وكبيرة تستحق التحية والشكر والتقدير لكل العاملين. أخذناكم إلى أجواء الهاكاثون، بنشوف هذا التقرير ونرجع. نشكر هيئة الأدب والنشر والترجمة على فعالية الهاكاثون، فعالية جميلة لطرح الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى شيء واقعي حقيقي نلتمسه بيدينا، نشوف نجاحنا بيدينا. فكرتنا بإذن الله بتكون عن خطة تفاعلية عن طريق تقنية 3D، عن طريق تقنية 3D ونستهدف فيها الساحين والطلاب غير الناطقين باللغة العربية والمهتمين بالأدب والقصائد بشكل عام. أول شيء حابة أشكر هيئة الأدب والنشر والترجمة اللي اتاحت هذه الفرصة لنا من أجل أن نشارك أفكارنا وابتكاراتنا لنشر ثقافتنا العربية. فكرتنا بكل اختصار هو أن نتيح للناطق بغير اللغة العربية بشكل عام أن يدمج ما بين التعليم والمرح من أجل نشر ثقافتنا العربية. أنا مشارك اليوم في هذا الهاكاثون الجميل، هاكاثون الترجمة من هيئة الأدب والنشر والترجمة، يعطيهم العافية على المجهودات الرائعة. فكرتنا اليوم عن أو في هذا الهاكاثون بالتحديد هو تطبيق تواصل اجتماعي سعودي يكسر حاجز اللغة، ويعني عندنا هدف بعيد المدى أن يكون لدينا محرك ترجمة وطني يعني محسن على المدى البعيد يثري المحتوى المحلي العربي.